I grew up with this beautiful music when I was a young boy in Baghdad, but I never really asked myself who wrote this music. محافظين على الـ على الـ الموسيقى ليش كل اثنين تجون دمنا Do you know the musicians? Yes. Who are these musicians? قالوا لازم نطلع لا رجعة إلى العراق كتبوا هيك باعتباري كموسيقي أنا تعرفت على الموسيقى الجميلة التي تؤثر بي وتأثر وهي على شفاه الكثير من العراقي. بعد ذلك اكتشفت انه هذه الموسيقى ليهود. واحنا اللجنة راح نسمع كل ما مسجل بالإذاعة والتلفزيون واحنا نحكم هذا جيد يبقى وهذا سيء يحرق. يحرق. If we are Jews or Christian or Muslim or Sunni, Shi'i, Shi'u'i, yeah, it doesn't matter. The music is the connection.